هنا ريكاردو كارفايو مشاكل يعني مع الإصابة، وفي الليغا كما ذكرت لم يلعب من سبتمبر، لعب في الكأس ولكن في الليغا لم يلعب من سبتمبر. هو ريكاردو كارفايو مع بيبي، الله جول لافيتا يصطاد مرمى ريال مدريد، لافيتا بالتخصص، العام هدفين والسنة هدف، والآن لافيتا نفسه يسجل الهدف الأول في المباراة. يتألق هذا اللاعب لافيتا، العام سجل اثنين والسنة يسجل هدف. لاحظ معي سوء التغطية من الاثنين، من بيبي ومن ريكاردو كارفايو. لاحظ الكرة اللي حولها أراندا، وبعد ذلك وصلت إلى لافيتا، ولافيتا يسجل الهدف الأول. بين الإيطالي مدافع ريال ساراقوسا لانزارو طرد مرتين، الريال في حالة هجوم، وصلت أوزيل، وصلت في الجول كاكا يعادل النتيجة للريال، كاكا يعادل النتيجة لمصلحة ريال مدريد. والآن إيكر كازياس ومورينيو ومدرجات سانتياغو برنابيو، وكاكا يصل إلى الهدف الرابع. كاكا يتقدم، شوف كم معاه مسعود أوزيل، لكن لاحظ الباص الطويل، ما في تسلل على الإطلاق. تقدم كاكا ولعب الكرة بهذا الشكل وسجل هدف التعادل إذن لمصلحة ريال مدريد. يعادل الآن كاكا، وعند الدقيقة 31 يأتي كاكا ويسجل هدف التعادل. رونالدو إلى مارسيلو، مارسيلو يلعب الكرة، الرأسية جميلة من كريم بنزيما، مرة أخرى إلى بنزيما، انلعبت، جول 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 جول. نعم، يعني كان قرار حكم المباراة وانأتى متأخرا، لكن نعم ريال مدريد يسجل الهدف الثاني. كريستيانو رونالدو يتلقى التحية والتصفيق الآن في سانتياغو برنابيو، وبالتخصص ايضا كريستيانو رونالدو. الان مشجع الريال يقول والله خلاص يمكن ننصب لهم السيرك الان، يمكن بعده تسجيل الهدف الثاني. شوف واحده ثانيه ثالثه وصلت في الجهه اليمنى، كاكا يصنع ويسجل، وكاكا ينقل الكره بها، او مسعود اوزيل ينقل الكره الى كريستيانو رونالدو، ورونالدو يصل باهدافه الشخصيه إلى الهدف. الآن وصلت بهذا الشكل متبادلة إلى جرانيرو، يمكن الثالث. الله، أخيرا سجل مسعود أوزيل في الليغا، أخيرا هذا الثنائي الرائع، كاكا أوزيل كاكا، والهدف الثالث. إذا يظهر لك الذيب الآن، الذيب الملكي يظهر. شوف واحدة، الثانية، الثالثة، الرابعة، لمسات رائعة، يتقدم في الأخير مسعود أوزيل ويسجل الهدف الثالث لمصلحة ريال مدريد. إذا أتى الهدف الثالث، خلاص ما بعد الثالث إلا الرابع أكيد. والآن الريال كما ذكرت قبل قليل